هل أنت عسكر أم مجمر؟ أي سلطة عونية معك بسلطة عون أم بيرسون وأزول أزول لنزول كما سمعتوا الخبر ديال ملكة تبرع 200 مليون أورو لفائدة الكاتدرا ديال نوتردام. وهذا توضحنا جليا يعني أننا يعني الملك محمد السادس كم هو كريم. يعني فرنسا فعلا تعيش يعني حالة من الفقر والبؤس. الشعب الفرنسي مسكين كما تنشوفو ديما في يوتيوب راه تيموت بالجوع. تصور معايا تيفرقو عليه قاع القوالب الزيت والطحين في رمضان. بل هناك يعني ناس من هاد الشعب الفرنسي اللي ما عنده مسكين ما ياكل، ما عنده ما يصرف، ما عنده والو، عايش الله كريم كما تيقول. وما نهضرش لكم على المستشفيات. الشعب الفرنسي يعاني مسكين في المصحات، الناس تيولدو في كولوار، الناس تيموتو كاع ما كاينش لي عقل عليهم في السبيطارات ديالنا ديال فرنسا. يعني فإذا يعني تبرع الملك بذلك المبلغ فهو يعني من كرمه وجوده على المقهورين في هذا العالم. هذا يعني هذا يدخل في إطار التضامن الملكي مع الشعوب يعني المفقرة والمجهلة. وخصنا حنايا حنا كمغاربة خصنا نصفقوا لهاد الشيء هذا، لأن الحمد لله حنا وصلنا يعني فتنا حتى لجابون، فتنا حتى السكان ديال شمال أوروبا فيما يخص يعني الخدمات. حنا الحمد لله عايشين في أمن وأمان وعايشين بخير. يعني عندنا السبيطارات مجهزة بأحدث الوسائل، عندنا شي واحد جيعان، عندناش ناس يموتوا بالجوع، عندناش الفقر، عندناش التجهيل، عندناش التهميش، عندناش يعني جميع مناطق المغرب كما تتشوفوا تمت يعني إعادة هيكلتها في النموذج التنموي لصاحب الدجاجة. فأصبحت يعني من المناطق، ماشي نقولوا الدول، ولكن ها المناطق المغرب أصبحت من المناطق التي يضرب بها المثل في من ناحية الجودة، من ناحية يعني الرفاهية اللي تعيش فيها هاد الناس هادو ديال المناطق المغرب. يعني لازم هنايا حيت يقولك شاد الخير على زعير اننا انطلاقا من اننا عندما يتضر اي عضو بشري، عندما يتضر يعني انسان اخر، فنحن يعني ملكنا يقوم بواجبه في يعني التضامن مع الشعوب المقهورة والمظلومة، هذا لعدله. إذن فليس بغريب على صاحب الدجاجة أنه يتضامن مع المظلومين والمقهورين في العالم. لأن قريت واحد الخبر يعني يقول يعني خبر يعني وقع في دولة فرنسا الشقيقة وبالضبط مدينة طنجة بفرنسا، أن واحد الشاب في مقتبل العمر، شاب يعني ليست له يعني سوابق لا في الإجرام ولا حتى في السرقة، قام يعني بالسطو على وكالة بنكية فتم يعني القبض عليه. وأثناء التحقيق يعني تبين أن الشاب
كانت له دوافع إنسانية في هذا العمل هذا، رغم أنه إجرامي، لأن الأب ديالو كان يعاني، لا ماشي كان ولكن يعاني من مرض سرطان الأمعاء، ولأن ما عندوش إمكانيات باش يخلص العملية الأب ديالو باش أنه يعيش، باش أنه يمارس الحياة ديالو الطبيعية كأي إنسان، فقام يعني بهذا الفعل هذا الإجرامي، و يعني كما هو معروف لدى العامة أننا في فرنسا يعني ما الدولة لا تقوم بواجبها، لأن يعني الدولة لو قام يعني بواجبها في تسهيل لا من ناحية يعني الناحية المادية للمواطن، تسهيل يعني عملية ولوج هذا المواطن إلى المصحة القيام بهذه العملية، لما قام هذا الشاب يعني بهذا الفعل هذا. وهنا نناشد يعني صاحب الدجاجة أنه يحاول يشوف نائب واحد، لأن الشاب يعني يحتاج فقط إلى 3 ملايين سنتيم باش أن الأب ديالو، ونتمنى أنه يهضر مع السلطات الفرنسية يعني لإخلاء سبيله وإدماجه يعني لا في الشغل لا في هذا الشيء. من هذه الناحية هذه تنعرفوا يعني قوة صاحب الدجاجة في هذه المسألة هذه، نريد منه يعني أن يحارب يعني الفقر والجهل في دولة فرنسا الشقيقة، لي يعني إنقاذهم من هذا الضياع والتهميش وهذا الفقر اللي عايشين فيه. وشكراً.